في الخطوة في هذه المرحلة تحس إن أنت قرار مصيري، قرار اللي هو مش رجعة، اللي هو أدخل الأنبوبة دي أخرج من الناحية الثانية، ليفل مهندس ميكانيكا كذا أو كذا أو كذا أو كذا. وأنا جاي النهاردة أقول حاجتين، أكيد هكمل القسم بتاعي، بس أنا عايز أقول لك ما تقلقش، في الآخر هتطلع مهندس ميكانيكا. ميكاترونكس او موتيف او باور او انتاج، الفروقات اللي ما بيننا وبين بعض بتسمح ان احنا بعد كده في الاخر نعرف نشتغل شغل بعض. يمكن دي حاجه ممكن حد كتير يقول لك انا المفروض ادخل ادافع عن القسم بتاعك ويكون لازم ده احسن قسم في الدنيا، والقسم ده لو ما دخلتوش هيبقى انت خسرت كل حاجه كان ممكن تكسبها. لا، الحقيقه ده مش الحقيقه مش كده خالص. هي المرحلة اللي انت فيها هي مرحلة اللي انت عايز تتعلم فيها حاجات، وعايز تكتسب فيها نولج، ويبقى عندك الباشن انك تابلاي نولج بحيث ان تطلع عندك سكيلز معينة. السكيلز دي بقى عليها ليبل صغير ليبل مش كبير، هو انت خلاص الليبل الكبير انت اخدته اسمه ميكانيكا. يو ار ميكانيكال انجينير ان شاء الله بعد 3 سنين او 4 سنين او سنتين على حسب كل واحد فيما فين في الاستادي بلان بتاعه. ولكن اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ انه هو قرار مهم، بس اهم حاجه فيه تكون عايز تدخل تدرس حاجه انت عندك استعداد تبذل فيها مجهود، وعندك استعداد ان انت تتعلم فيها وتعمل البروجكتس اللي موجوده فيها، وعندك استعداد انك تدخل المحاضرات وانك ليرن اكتر واكتر. ليه؟ لان هو ده مع الوقت بتاع التحصيل، انا بحصل نولج، بحصل سكيلز، ببني كاباسيتي، يعني عندي قدرات بحيث ان انا لما اطلع اتخرج اقعد في اي انترفيو اقدر ابدا اكاسي وانا بعمل الانترفيو. ده عمره ما بيحصل غير لو انت عندك الباشن ان انت عايز تتعلم التوبيك ده. طيب ده قلت حاجه فاندمنتال كده عايزين نتاكد منها ان الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. ايه هي حاجه فاندمنتال تقول مفيش فرق؟ لا، هو طبعا في فرق، بس انا عايز اقول ايه؟ ان انت هتاخد ليبل، الليبل ده اسمه ميكانيكال انجينير، وعليه ليبل صغير كده اسمه السبيشاليزيشن. طيب بسرعه كده عدى على اقسام ميكانيكال بسرعه كده، وبعد كده نفوكس على الاوتوموتيف عشان هم ايه اكيد انتوا عايزين تسمعوا هو القسم ده عباره عن ايه؟ وليه ما عندوش اقبال؟ وايه فرص العمل اللي موجوده في القسم ده؟ طيب اقدم قسم في الكليه في قسم الميكانيكا هم قسمين بس كان زمان قسم واحد. قسم الميكانيكا باور وكان معاه سبب، يعني لو دخلت على الجرادويت ليست كده بتاعت جامعه عين شمس سنه 1950 هتلاقي خريج قسم ميكانيكا وخريج شعبه السيارات. طيب فالمور جنرال في الميكانيكا هو ميكانيكا باور. كويس؟ هو قسم فيري جنرال فيري براد، بياخد براد نولج في الارياز المختلفة، بس ممكن الدبس ما يبقاش قوي قوي في كل حاجة. يعني هيتعلم ديزاين؟ هيتعلم ديزاين. هيتعلم بايب لاينز وحاجات بتاعت البترول؟ هيتعلم حاجات بتاعت البترول. هيتعلم حاجات بتاعت الفلويد والايروداينامكس والحاجات اللي شبه كده والرينيوبل انرجيز والحاجات الظريفة؟ هياخد فكرة عن الكلام ده. هيتكلم على الانترنت كومبشن انجنز والباور جنريشن، من اذا كانت الانترنت كومبشن انجن او باور بلانتس. هيتعلم الكلام ده. فهو بيتعلم كنترول؟ بيتعلم كنترول، لان اي بروسس موجوده النهارده فيها كنترول. فده بقى ده بيقول ايه؟ ان ده موست جنرال. يبقى انا لو انا ما عنديش عشان محدده في اريا معينه او انا عايز فيلد معين جوه الميكانيكا باور، فديس ذا موست جنرال بارت. طيب مين يجي بعديه في الحاجه اللي ليها علاقه بان هي جنرال وبرود قسم ميكانيكا انتاج؟ قسم ميكانيكا انتاج انا الدكتور ايمن اكيد كلمته الصبح، بس جنبه في بتاعت الديزاين بماكينات التشغيل او بالتصنيع بالاندستريال اريا بتاعتها بالمانجمنت بالحته بتاعت اداره المصانع والتخطيط
حطيت المصانع والحاجات اللي شبه كده، فده بيدي برود اريا اوف نولج في الارياز اللي ليها علاقه بالديزاين والاندستريال مانجمنت بتاعت الجنرال مانيفاكتشرنج بروسيسز. القسم اللي بعده قسم ميكاترونكس، هو قسم يعتبر جديد بالنسبه لاقسام الكليه الباقيه يعني اول دفعه تقريبا 2009 2008. و ده ميكس ما بين ميكانيكا وكهرباء وبيتكلم على نيو تكنولوجيز، فهو ولد من رحم قسم الانتاج في الجزء بتاع الديزاين. والاريا الثانيه بتاع الكمبيوتر اللي هي بتكومبلمنت الكلام ده والالكترونكس والالكتريكال سيركتس اللي بتخلي السيستمز المختلفه تبقى سمارتر. هي فيها ديزاين بس فيها الكتريكال ديزاين كمان، فيها ميكانيكا ديزاين، فيها الكتريكال ديزاين، فيها بروجرامنج اون توب اوف ذس. تمام؟ بس هي فيري جينيريك، فيري برود، تقدر تشتغل من اي حته لاي حته وتقدر تتعلم حاجات كثيره جدا صغيره. انا واحد من الناس، انا واخد البي اتش بتاعتي في الميكا كورس. انا رئيس قسم سيارات، خريج قسم سيارات، واخدت البي اتش بي بتاعتي من يونيفرستي اوف الينويا شيكاغو. فاخدت انترنشيب في كاتربيلر، وقعدت اشتغلت في ريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت بتاعها لمده 8 سنين في بيوريا الينويا. اس سينيور ميكاترونكس انجينير. طب انت كده خلاص كان قسم سيارات بقى يعني ايه؟ لا هو الفكره قسم سيارات هو كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بس قول ابلكيشن. زمان واحنا صغيرين لما كنا في المدرسه كان يقول لك ايه؟ هشرح لك ثيري في الماثماتكس وثيري ثانيه في الفيزيكس. يقول لي بس عشان المعلومه تثبت انا عايز ايه؟ عايز مساله، عايز مساله احلها بحيث احس بالقانون ده هو رقم كده في خارج ده كبير ولا صغير. الابلكيشن دي كده في عندي سنس انا فهمت الثيري وعملت لها ابلكيشن بس عايز احس ان لما احل المساله دي احس ان هي ايه؟ الإجابة دي صح ولا غلط؟ تمام؟ هو ده قسم السيارات. يعني إيه بقى؟ إحنا بناخد كل اللي إحنا جبناه بس أبلكيشن أون أوتومات، حاجة هو سيم بروبلم سيم إكزامبل بس وي أبلاي أور كونسبتس. بمعنى لو أخدنا الحتة بتاعت الباور جنريشن، إحنا النهارده عندنا قسم السيارات، هو في عربية ما فيهاش بطوخ؟ هو في عربيه النهارده الوصف وصل ان احنا بعتنا عربيه كهرباء ولا لا؟ اذا احنا قسم سيارات نتعلم internal combustion engines for application of automotive مش for power generation. طب ايه الفرق ما بين ال internal combustion engine for power generation و performance؟ لا انا عايز اركب عربيه واجيب 0-200 في 5 ثواني، في 4 ثواني، في 3 ثواني. ببص على حاجه اسمها transient response، ببص على الموتور ده بيجنريت الباور ات ريت اوف كام؟ وبالتالي بفهم كويس جدا السايكل بتاعت الانترنال كومبشن انجن. كمان عندي تشالنج بقى اصعب من الجماعه بتوع باور، ان الموتور ده عايز يكون كونترول اوف ذا فيكتور. يعني ايه؟ يعني الموتور ده لازم يبقى راكب على عربيه واشيله واتحرك بيه. في الباور جنريشن لو الموتور تقيل هو كده كده واقف على الارض مش فارق معايا وزنه. لكن النهارده لما احط لما بعمل ديزاين كرايتيريا واوبتمايز الديزاين بتاع الموتور بتاع العربيه بكيب ان مايند ذيس از ذا كومبوننت ذات اي نيد تو كاري اند موف، وبالتالي في كوست هدفعه حتى لو عملت جنريشن باور كبيره جدا وكان الافشنسي كويسه بس وزن الموتور كبير. العربيه دي البرفورمانس بتاعها هيبقى ايه؟ حلو ولا وحش؟ فمعنى كده اتس تشالنج اون ابلكيشن. طب جميل جدا. العربية دي فيها ستراكشر، فيها شاسيه، فيها كومبوننتس. طب الديزاين بتاع الكومبوننتس دي اخبارها ايه؟ احنا عندنا كورسات ديزاين اكتر من كورسات قسم الانتاج. ليه؟ عشان احنا وي ديزاين ايفري سنجل كومبوننت انكلودنج الانجن. يعني احنا بنعمل ديزاين انكلودنج الانجن. معنى كده احنا عندنا ديزاين بس فور ويتش ابلكيشن؟ اوتوموتيف. هل اوتوموتيف دي عربيات الملاكي بس؟ لا، احنا بنشتغل من اول الدبابات لغايه الموتور سايكلز.
يعني كل الرينج ده من اول المعدات الكبيره زي بتاعت كاتر بيلر اللي انا كنت بشتغل فيها، اللي هي تيجي تركب المعده تركب اسانسير عشان تطلع دور التالت عشان توصل لكابينه السواق لغايه الموتوسيكل او السكوتر الصغير. تمام؟ طيب ده اكزامبل يوري لك ازاي انت ممكن تكون تتعلم النولج اللي انت عايز تتعلمها جوه مكانك باور انجينيرنج. في هذا فاشن في الانترنال او باور جنريشن، بس انت هتبقى حاسس ولابس كل حاجه دي علاقه بالاوتوموتيف، عشان انت مش بتتكلم عن حاجه جنريك، بتتكلم عن حاجه سبيسيفيك. وده الفرق ما بين اللي بيتعلم علم والابلكيشن بتاعه بالنسبه له في مرحله معينه فيج مش محدده، او لا انا عندي طلب زي ما احنا كده عندنا حاجه اسمها اي اس بي سي تيم اللي انا بليد اللي هي ما شاء الله بره انجلترا وبتكسب مسابقات وديزاين الانجن فور برفورمانس عشان نكسب السبب. تمام؟ طيب ايه تاني عندنا؟ هل العربيه النهارده فيها كنترول؟ دلوقتي النهارده النمبر كنترول يونتس بير عربيه وصل ل 80 كنترول يونت. فيها كميه سمارت ابلكيشنز كبيره جدا لدرجه ان احنا عندنا ريسيرش في الاوتوموتيف عن حاجه اسمها اوتونومس فيكلز درايفرز. يمكن ما درستهاش على ليفل عميق في الاندر جراد، بس ده الفيوتشر بتاع الريسيرش بتاعنا. بنشتغل على حاجه اسمها درايفرز او اوتونومس فيكلز. معنى كده ان انا لازم ابقى اعرف اتحكم العربيه كل كومبوننتس درايفنج بريكنج ستيرنج اكسلريشن ديسلريشن ايا كان سيفتي فيتشرز الموجوده في العربيه، فلازم تبقى معاها حسابها. فده اكزامبل تاني. فده قوي احنا ما بناخدش كل الانفورميشن زي جماعه بتوع ميكانيك هارتس، عشان انا مش عايزك تبقى جنرال قوي زي بتاع ميكانيك هارتس. انا عايزك شويه ابلاي شويه نولج على ابلكيشن ليها علاقه بالبيت. طب ايه تاني يعني؟ ايه عندكم؟ احنا بنحب الفلويد وبنحب الاير داينامكس. احنا برضه بنشتغل على الاير داينامكس بتاع العربيه فور ذا ريزن اوف ريديوسنج حاجه اسمها الدراج. العربيه دي بتتحرك بتقابل مقاومه، المقاومه دي ممكن تقل او تزيد بناء على ايه؟ شكل العربيه. فبنتعلم برضه حاجات ليها علاقه بالاير داينامكس، بنتعلم حاجات ليها علاقه بالسيفتي. العربيه دي وهي ماشيه لا قدر الله اسمها حادثه، بس هو ديزاين عشان تسستين اللودز وتعدي من اللودنج كونديشنز. لا، انا بديزاين فور ذا بيربز ان انا اكيد بالباسنجر سيف لا قدر الله اسمها حادث. في حاجه اسمها باسيف او اكتف سيفتي ديفايسز. تمام؟ القصد ايه؟ ان ده طبيعه النولج اللي انت هتدخل لو قررت ان انت تضحي بنفسك وتخلص سيارات. قد ايه؟ تتعلم النولج بطريقه الاوتوموتيف. هل ده يعمل لك ليميتيشن في النولج ده؟ هو انت خدت الثيري هي هي بس يوز فور سيرتن ابلكيشن. لو انا بحب العربيات، ده انا متوقع ان انا لو في كام واحد يحب العربيات ويقع معاها يرفع ايده. ما تخلوش ولا فرق، مش هصوره ولا فرق، بص اللي بيحب العربيات يرفع ايده. تمام؟ About 70% من الـ population are interested في الـ regardless هيشتغلوا فيها أو لا. طيب، إيه تاني بنحاول نعلمه لك؟ من ضمن الحاجات المهمة جدا في الـ automotive industry هي الـ management. يعني إيه management؟ في مجال شغل كبير جدا مربوط، معلش لو تستحقوا دقيقتين بتوعي الكلمتين اللي هم بزنون فيهم قوي دول هخلص بسرعه وهسيبكم تتكلموا مع بعض. من ضمن الابلكيشنز او الجوب اوبورتيونيتيز اللي بتبقى موجوده في الماركت حاجه اسمها ايه؟ مراكز الصيانه. مراكز الصيانه فيها كميه عماله كبيره جدا، فيها مانجمنت كبير. بتتعلم جوه القصه عندنا مانجمنت فور افتر سيلز اوبريشن. يعني ايه افتر سيلز اوبريشن؟ اي عربيه ليها مرحلتين بتطلع بتمر بيها، مرحله عشان تتصنع وبعد كده تتباع وبعد كده مرحله الصيانه. اللي انا حكيته في الاول ده كان كله ليه علاقه بالديزاين، وفي الاخر يطلع لك برودكت اسمه عربيه ليها برفورمانس معينه بالكومبوننتس المختلفه اللي موجوده فيها. تمام؟ وانس ان العربيه اتباعت بقى ليها في زبون في كاستمر، بقى عندنا مود تاني اوبريشن
how to satisfy the customer and keep the العربية دي within the performance يفضل ثابت بان انا اعمل صيانات دورية او قدر الله في بريك داون فبعمل اصلاحات. الكلام ده محتاج مانجمنت. بتمانج عمال وبتمانج مهندسين وبتمانج ماركتينج وبتمانج سيلز وبتمانج حاجات كتيرة جدا. من ضمن الكي اوبريشنز اللي احنا بنتكلم عليها او كي نولج اللي احنا بنحاول نعلمها لطلاب في قسم السيارات الحاجات اللي ليها علاقه بايه؟ بالمانجمنت. تمام؟ انا كده بمنتهى البساطه كده عرفتك حاجات معينه، هتلاقي عندك اسئله وعايز تفهم وعايز تعرف حاجات اكتر. هنفتح باب الاسئله بعد شويه. بس اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ تاني وفرجع افكرك تاني، لازم تكون بتدرس في قسم انت عندك هشه انك تتعلم الحاجات اللي موجوده فيه. ليه؟ لانها هيفرق كتير جدا في الكواليتي بتاعتك لما تتخرج. اذا انت بتتعلم حاجه انت مش حاببها، وانا هبدا اعصر على نفسي لمونه عشان افتح لنفسي مجالات العمل. للاسف دي مش حاجه صح. لان انت هتتعود تعمل كده وهتشتغل بعد كده شغلانه مش عاجباك عشان تكون عايز انت بنفيتس معينه، وانا مش هوصل مرحله معينه في السقف انك تفضل موظف. موظف مش حاجه عيب، لا موظف يعني انت دايما عايز حد يقول لك تعمل ايه عشان يزقك، عشان انت ما عندكش موتيفيشن انك تكمل في الخروج. لو انت تاخد القرار بتاعك النهارده او بكره خلاص خلصنا النتيجه والجي بي اي بتاعته طلع من حوالي 5 دقائق وهيفتح حياتك التنسيق، فانت وانت بتاخد القرار ده طبعا ده حاجه سخيفه. فكر كويس سخيف، وبعد كده حس ان ايه ان انا قادر امسك فيه انرجي ان انا اتعلم. طيب جيب ان انا قلت الكلام ده واحنا في الاوتوموتيف ديبارتمنت. الطبيعي بتاعنا في قسم السيارات ان احنا بنتكلم عن ان احنا العدد بتاع الطلبه وي اكسبت ماكسيموم 40 طالب. كويس؟ احيانا بيجي لنا اقبال اكثر من 40 وبناخد 40 بس، واحيانا بيجي لنا عدد قليل وبناخد العدد القليل. ليه احنا شغالين على مود الاوبريشن ده؟ ان احنا الحمد لله في الفتره اللي فاتت كان عندنا الا في عدد الدكاتره، بدات الدكاتره ترجع من بره وترجع تاني تشتغل معانا في القسم. بس انا وي ونت تو كيب الكونتاكت ما بيننا وبين الستودنتس ات ذيس ليفل، عشان انا عايز انا ادي لك السكيلز اللي اقدر اديها لك وذن العدد اللي هم ال 40 طالب، مش عايزين ناخد اكتر من كده. حتى لو في اخوات معايا ان زمايلنا في الجامعات الاخرى برضه حاجه من الحاجات المهمه اللي الناس كلها عارفها، هو في كام قسم سيارات في مصر؟ هم 3 موجودين في الجامعات الحكوميه، وفي 3 تانيين في الجامعات الخاصه. ايه هم؟ احنا هندسه عين شمس اقدم قسم سيارات في مصر، بعدين هندسه حلوان فرع منطقيه، وبعدين هندسه المنيا. دول الثلاث جامعات الحكوميين اللي موجودين اللي فيهم قسم سيارات. عندنا كم مصنع تجميع سيارات في مصر؟ عندنا 19 مصنع تجميع سيارات في مصر. طيب هو قسم السيارات ده بيشتغل في مصنع تجميع السيارات؟ هو دي وظيفه مهمه جدا في اي مصنع بتاع تجميع سيارات. كلنا عارفين ان تجميع العربيات في مصر من وجهه نظري ممكن تتفقوا معايا او تختلفوا، هي في الحقيقه مش صناعه. يعني هي فيها برودكشن بس يور ذا ديزاين از نوت يوز. انت بتنفذ الديزاين بتاع الكون. مين الاونر؟ اذا كانت نيسان، اذا كانت جنرال موتورز، اذا كانت بي واي دي، اذا كانت اكس او زد، دول بينفذوا الديزاينز، وبالتالي الاوتوموتيف ديزاين كونتريبيوشن الكلام ده ايكوالز تو زيرو. تمام؟ يعني احنا مش بنصنع حاجه في مصانع العربيات بس. على العكس من كده تماما المصانع بتاعت كوميرشال بيكرز. ايه هي كوميرشال بيكرز دي؟ اللي هي عباره النقل. عندنا شركه عملاقه في مصر اسمها ام سي بي بتصدر البرودكتس بتاعتها لانجلترا. بتصدر البرودكتس بتاعتها لالمانيا اللي هي ام صناعه السيارات.
بدايه ايه بقى؟ في ديزاين بقى اوتوموتيف ديزاين بيتم لل بيحصل اوتوموتيف ديزاين للاتوبيس، بيحصل اوتوموتيف ديزاين للتراك. فهنا عندي اريا، لان دايما الناس بتبتدي تخصص سيارات العربيات الملاك. لا انا قلت لكم من اول الكاتربيلر اكويبمنتس اللي هي كبيره على المقر جدا دي، اللي هي قاعده عباره ماشيه على عجل لغايه السكوتر الصغير. طيب احنا هنا بنتكلم على ايه؟ انه there is an opportunity for design automotive جوه مصر، بس في انهي سيكتور اكتر؟ السيكتور بتاع الكوميرشال فيكس. حتى مصانع تجميع السيارات عايز مهندس سيارات، لان دايما في، هل تفتكر ان كل عربيه بتتجمع بتشتغل على طول؟ ولا اكيد في نسبه فيلير؟ في مشاكل؟ مين اللي بيقعد يديبج المشاكل دي عشان يخلي العربيه دي ترجع تشتغل تاني؟ لازم يكون مهندس، لازم يكون مهندس سيارات، لان هو الوحيد اللي فاهم الانتجريشن، وبالتالي يقدر يبين بوينت هي فين الحته اللي فيها مشكله، ويبدا يرجع للشركه لو قلنا والله احنا عملنا دايجنوستيك واكتشفنا ان المشكله في الكومبوننت ده، لو سمحتوا ابعتوا لنا كومبوننت تاني بدل. هل الكلام ده محتاج تريننجز؟ محتاج تريننجز كتيره جدا، وحاجات لازم تبقى سبورتد باي الشركه جوه. بس في الاخر مين اللي بيقوم بالاوبريشن؟ الراجل بتاع ايه؟ بتاع الاوتوموتيف اللي موجود جوه اي مصنع سيارات. طب اصلا مصنع سيارات ده بيبقى فيه مهندس الانتاج، طبعا البروسس نفسها هي بروسس انتاجيه فيها كواليتي كنترول وفيها حاجات تانيه. طيب لما نيجي نسال كده، هو مين في مصر اخذ احسن جائزه كواليتي على مستوى العالم في سنه من السنين؟ هنلاقي في مهندس اسمه مهندس مشاهد مباهر الصف ده خريج قسم سيارات، بس هو بعد ما اتخرج عجبه الحته بتاعت الكواليتي، فبدا يعمل ايه؟ ياخد ماسترز في الكواليتي. هو فهمه للاوتوموتيف سيكتور مع الادونز اللي عملها اللي هو الكونتينوس ليرنينج اللي عمله، خلاه يوصل ياخد احسن جائزه كواليتي في العالم في سنه تقريبا 2018 تقريبا. هو في الاخر كان اصلا من قسم هندسه السيارات. بدا يقول لي هو انا ممكن ابقى بحب العربيات، اتعلمها كويس، بفهم وانا عايز اشتغل في المجال بتاع العربيات، بس انا حاجه يعني ليها علاقه بالانتاج، انا حابب حاجه ليها علاقه بالباور، حابب حاجه ليها علاقه بالميكاترونكس. ممكن اخد كورس او اثنين او ثلاثه تخليني اكسل، بس في الاخر البيز بتاعي كان ابلكيشن ايه؟ اوتوموتيف. فيخليني اشتغل في الحته دي. من ضمن الناس اللي احنا بنفتخر بيهم عندنا هنا في الكليه الدكتور احمد حسين الله يرحمه، اللي هو نقل تمثال رمسيس من ميدان رمسيس للمتحف بتاع المتحف الجديد. انا بفتكر ان الدكتور احمد حسين خريج قسم سيارات. كويس؟ هو عمل ايه؟ هو اخذ البروبلم حولها في النولج بتاع الاوتوموتيف، بس ان هو كان بعد كده راح قسم الانتاج، اخذ الدكتوراه بتاعته في قسم الانتاج، فعمل اثقال للسكيلز بتاعت الديزاين اكبر، فقدر يابلاي الكلام ده. طبعا الدكتور حسين ما عملش كده بس، عمل حاجات كتيره جدا، ربنا يرحمه انت استاذنا كلنا في الديزاين. فالاصل هنا ايه؟ هو انا هدفي من الكلمتين دول ان انت ما تقلقش، يو كان مانج، بس ادخل القسم اللي انت حابب فيه. هي عندك يجيلك الانرجي انك انت تبذل مجهود وتبقى حابب انك تتعلم ده، ساعتها تحس انه قسم سهل. لان من ضمن حاجات تقول لك قسم سهل، قسم سهل هو سهل عشان انت شايف الابلكيشن، والسيري ما هياش معقوله فور احتمال ان ماشي جنب الاتوبيس، فشفت سرعه الدبانه اللي هتدخل من الاتوبيس. لا ما فيهاش اكزامبلز، من الاكزامبلز اللي هي علاقه بالبراكتيكال ابلكيشنز اللي ليها علاقه بالبرفورمانس بتاعت الايكوبمنت او المعده او العربيه او الحاجه اللي احنا بنشتغلها. بس انا قلت الماس مش بتاعنا، واتمنى تكون واضحه. ولو حد عنده اسئله ازاي حد ممكن يتميز بالقسم؟ يعني جنب الدراسه اركز على ستيفن اكتيفيتي او على تريننج كتير او اعمل ايه جنب الدراسه؟ تمام. طب ممكن الاول لو في حد عنده سؤال عن قسم السيارات، سؤال جنرال.
stagionale. عندنا كذا كورس كده من موقف الحته بتاعت الالكتريك فيكلز. طبعا ما بقاش متخصص قوي زي بتاع قسم الكهرباء برضه، لان انا باخد الكومبوننت ماليش علاقه بالديزاين بتاع موتور الكهرباء، على قد ما انا لازم استعمله في الابلكيشن بتاعت الدرايفنج بتاع العربيه او ريجنريتيف بريكنج بتاع العربيه. لازم ابقى فاهم الكونسبتس بتاعت هي بتشتغل ازاي اكتر من الديزاين بتاع الكومبوننتس، لان ده محتاج باك جراوند نولج موجود في قسم الكهرباء. ما اقدرش اديه لك السنين دي. بدي لك ازاي تتعامل مع الموتور وازاي تحسب البرفورمانس بتاع العربيه والعربيه دي هتؤدي اداء عامل ازاي لو حط فيها موتور الكهرباء والكنترولر والبطاريه والسيستم والانتجريشن كله على بعضه. دكتور معلش حاجه برضه على عربيات الكهرباء، يعني هو لو بعد كده فرص العمل المصانع هتوقف تجميع عربيات البنزين في مصر، بعد ان احنا مثلا نكمل هنا كهرباء في العربيات كلها كهرباء، فهل فرص العمل بعد ما اتخرج هتبقى موجوده ان انا مهندس سيارات اكمل كهرباء بعد ما ادرس كمهندس سيارات؟ تمام. السؤال بتاعك ده ممتاز جدا. هل تفتكر ان الايرا بتاعت العربيات الكهرباء هتيجي مش هيجي حاجه بعدها؟ لا هيجي حاجه بعدها. طيب لما الناس اتخرجت من قسم سيارات من 20 سنه كانت العربيه سمارت زي النهارده. حلو جدا. معنى كده ايه؟ ان السكيلز او الانجنيرنج سكيلز اللي انا بديها لك بدي لك الانجنيرنج سكيلز تخليك تتعامل على اي ليفل، انك انت فاهم البرفورمانس متريكس او البارامترز اللي العربيه دي بتقيم عليها والسيريز والاوبريشن بتاعتها. بفرض ان انا حد قسم هنا سيارات مفيش حاجه عن عربيات الكهرباء خالص. هل معنى كده لما تيجي عربيه كهرباء مش هعرف اتعامل معاها؟ الاجابه لا. ليه؟ لان عندنا حاجه اسمها ستاندرز. طيب ارجع لفيرس السؤال تاني، هعرف اتعامل مع عربيات الكهرباء؟ اه ليه؟ لان هي ليها اوريدي بروتوكولز. انت كل حكايه انت شلت الباور جنريشن يونت اللي هي بتحول انرجي اللي هي في الانترنال كومبشن انجن كانت كيميكال انرجي تتحول لميكانيكال انرجي او كاينتيك انرجي لالكتريك سورس اوف انرجي موجوده سورس البطاريه لميكانيكال انرجي. البلاك بوكس بالنسبه لك هو الكومبوننت ده. طب الكومبوننت ده هل في انبوتس اقدر اريليت بيها للانترنال كومبشن انجن؟ اه ده هنعلمه القصه. بس اللي انا عايزك تبقى مطمن بقى فيه اكتر انه حتى لو طرف حاجه كده غير موتور الكهرباء اتحرك العربيه في انت هتعرف تقول تعرف تتعلم ايه حاجه كده. معلش يا جماعه الهمهمه اللي حوالينا الصبح مش منصين ستودنت يونيون. رحت خدت الدكتوراه في الميكاترونكس محمد
يعني ما تعمليش لا ده اكزامبل بعيد قوي. انا اكيد عندي سنه سكيلز غير البني ادمين، لا احنا كلنا زي بعض. الفروقات ما بيننا هي الاوبجكتيفز مترتبه ازاي في حياتنا، والبريورتيز مترتبه ازاي في حياتنا، والايفورت اللي انا بعرف ابذله قد ايه منه بيبقى ويستد وقد ايه منه في الجول. محدش فينا اذكى من حد. هو احنا عندنا كلنا ذكاء بس احنا بنوظفه بطريقه مختلفه. عندنا فرص مختلفه بس. ماشي. اسئله ثانيه عن العربيات. حلو جدا. مشاريع التخرج صغيره. عندنا هقول اربع كاتيجوريز. الكاتيجوري اللي هو معظم الناس عايز تضمن شغل، اكتر مكان بيسحب مننا مهندسين هي مراكز الخدمة بتاعة الصيانة. صيانة السيارة. احنا عندنا الحمد لله طلبة قبل ما بتناقش مشروع التخرج كلها بتشتغل. برضه شوفوا عارفين الرينج بتاع السالاريز اللي هي بتتخرج من قسم سيارات الرينج بتاعها عامل ازاي؟ بنتكلم من 7000 10000 على حسب الانترفيو والسكيلز اللي موجودة. زمان كانت المرتبات 4000 5000. بعد ما حصل التعويم الاخير ده بدات الشركات ترفع الرينج بتاع السالاريز ل 7000 و10000 جنيه عشان يقدر ياتراكت سكيلد انجينيرز. فمشروع التخرج الاولاني اللي هو الطلبه كتير قوي بتطلب من عليه انه يجهز نفسه لسوق العمل ده. فبتعمل حاجه اسمها مشروع لتخطيط محطات خدمه، ازاي تمانج الاوبريشن، فبتاخد حاجات ليها علاقه بالمانجمنت وازاي تقدر تعمل كويك دايجنوستس تزود البرودكتيفيتي من الاخر ده بروفيت سنتر. يعني اي مكان بيعمل صيانه هو عايز يكسب. فبتتعلم السكيلز شباب معلش والله انا قربت امشي خالص. تتعلم السكيلز اللي تخليك تعمل ده. ده الناس اللي هي بتشتغل في الحته دي. الاريا نمره اثنين الناس بتحب تشتغل فيها الاريا ليها علاقه بالديزاين. انه يعمل تصميم بس انا بنحاول نزق الطلبه في كوميرشال بيجز عشان هو ده اللي فيه مجال شغل جوه مصر. كويس؟ بنعرف شركات زي طابور جي بي بول بولو وام سي تي وكاستور في كذا شركه كده بيعملوا تصميمات لعربيات النقل بتاعتهم فبنحاول نزق الطلبه في الاريا دي. الكاتيجوري الثالث ليها علاقه بالباور جنريشن. النهارده في مجال في مجالات العمل اللي موجوده اللي هي بنتكلم على حاجه اسمها الالترنتيف فيولز اللي هي عربيات تشتغل بالغاز الطبيعي او تشتغل بالهيدروجين او تشتغل بحاجه زي كده. في ناس بقى عندها فاشن ان هي تتعلم من الارياز دي اكتر وبتروح تشتغل في الحتت اللي ليها علاقه بالكونفرجن بتاعت العربيات. تمام؟ المجال بقى اللي هو تابع عنها اكتر اللي هو تخصصي انا اكتر بقى اللي هو له علاقه بالاوتوموتيف ميكاترونكس بنسميها اوتوموتيف. ودول الناس اللي في الاخر بيطلعوا بيشتغلوا مثلا على الاوتونومس فيجل، بيشتغلوا على اوتو باركينج سيستم، بيشتغلوا على مثلا اكسنت افويدنس سيستمز، حاجات مركزه اكتر في الكنترول بتاع العربيه. ودول بيروحوا يشتغلوا في شركات زي باريو، زي ابي لابس، زي ايجاد، زي سيمنز. يروحوا يشتغلوا حاجه اسمها موديل بيست انجينير، موديل بيز ديزاين انجينير، بيشتغلوا على الحته بتاعت الكنترول. ويمكن دول السالاريز بتاعتهم اعلى حبتين، بيبداوا من حوالي 1000 دولار ل 1200 دولار الستارتنج سالاري بتاعهم. بس في الحقيقه عشان ما بقاش بتعب لازم تشتغل على نفسك 6 شهور تاخد شويه امبيدد كورسز، امبيدد سيستم كورسز عشان تقدر تكواليفاي للشغلانه دي. احنا النولج اللي جالك في الاريا دي تعتبر ضعيف. ده ممكن 6 شهور تبداها اثناء الدراسه او بعد ما تخلص الدراسه. وعندنا اكزامبلز كتيره جدا في خريج قسم السيارات وبيشتغلوا دلوقتي في السويد وفي المانيا وفي انجلترا وفي فرنسا في المجال بتاع الموديل بيزنس. فدي 3 انواع او 4 انواع من المشاريع الخاصه. ايه تاني؟ طيب اسئله جنرال بقى غير السيارات هرد بقى على السؤال. ازاي اعرف كويس في القسم جنب الدراسه؟ اخد مثلا ستودنت اكتيفيتيز او اعمل تريننج كتير؟ اعمل ايه جنب الدراسه؟ طيب عشان انا عندي حد بعد
بالنسبه للسؤال ده سؤال جنرال جدا. تاني اول حاجه لازم تكون السوفت اكتيفيتي او الاورجنايزيشن اللي انت عايز تعملها جوينت هي هتملاك حاجه انت عامل فيها ديفيشنسي او قويه فيها وعايز تبقى احسن. نوع الدراسه اللي بتدرس على حسب انا بقدر ابذل مجهود فيها قد ايه انا غير ما اعمل كده. عشان كده اول كلمه انا قلتها ايه؟ كل القصة اللي عندك باشن انك تتعلميه هتلاقي السكه بتاعت الدراسه سهله وتخلص بسرعه. حاجه اللي هي انا كنا ما اجي افتح الماده دي لا اركنها وخد اللي بعدها اركنها وخد اللي بعدها. الماده دي تقيله والماده دي تقيله والماده دي تقيله. لو رحت شغلت نفسك في ستودنت اكتيفيتي اكيد الجريدز بتاعتك هتبقى وحشه جدا. فالكونسيبت بتاعك اول حاجه تشوفي هو ايه الستودنت اكتيفيتي او الاورجنايزيشن اللي انا عايز اجوينت اللي هتلاقي عندي انا حاسس ان انا عندي مشكله في كوميونيكيشن مع البني ادمين. لا انا حاسس ان انا عايز اتعلم حته تكنيكال مش موجوده في البروجرام اللي انا بحبه بس فيها حته تكنيكال هتعلمها. يبقى ده القرار بتاعي ان انا اتعلم واخد اكسترا كريكلا وده من حاجه مهمه جدا ان اخد اكسترا كريكلا اثناء الدراسه. لما اجي بقى في الصيف لازم التريننج اللي اخده يكون ليه علاقه باللي انا بدرسه. عشان يعلي عندي الاويرنس والسنس بتاعي في انجينيرنج في الاريا اللي انا بدرسها. ما اروحش انا قسم انتاج وروح رايح موقع بترول وخلاص. لو انا عندي اوبورتيونتي وقادر اهلي يجيبوا لي شغلانه في البترول وانا عايز الفلوس بتاعت البترول والوضع بتاع البترول ده ما اخش قسم ميكانيكا باور اللي لازم بقى تقيلي او مجموعي ما جابش. دي قصه فالترين لازم يكون بيريليت جدا للي انت بتدرسها. الاكسترا كاريكولر لازم يكون يكمل نص مش الاساسي. يعني ايه هي اسمها اكسترا كريكولر مش الكريكولر كويس. اكسترا يعني انا لو عندي 80% من وقتي هبذله في الجاية اللي انا بتعلمها هحط 20% من وقتي مش العكس. لو لقيت نفسك راح 80% في الاكسترا كريكولر وحط 20% في البروجرام الاول يبقى انت مش مهتم اصلا. ايه اللي اذا كانت الاكسترا كريكولر بالكومبلمنت دي زي ريسنج تي مثلا عندنا في هو بيكمبلمنت اوتوموتيف. هل بيكمبلمنت اوتوموتيف بس؟ لا لو بيكمبلمنت ميكاترونكس بيكمبلمنت باور على حسب السب تيم اللي انت موجوده جوه هو هيسمع. بس ان جنرال هو بيكمبلمنت اوتوموتيف اكيد. بس ما بقاش انا قسم باور ورايح ادخل قسم تصميم الشاسيه في ريسنج تيم. ده هياخد مني وقت كبير وعدد عالي من حاجات كتيره كاني بدرس تصميم مع بعض. اهم حاجه انت اللي بيعدي حبه اللي انت لا بالعكس انا زي ما بقول لك احنا عندنا طلبه تخرج يعني طبعا متميزين اللي وقع اكيد مش هيعرف يشتغل بس الطلبه المتميزه انا كل سنه جيراننا هنا تويوتا دكتور محمد بعد اذنك عايزين نيجي نحضر مناقشات مشاريع التخرج عشان ناخد الطلبه في اللي شغال. زمايلي في نيسان او كان زمان بافاريا قبل ما تقفل كان بيجوا يحضروا الجرادويشن كوشنز عشان يعني يجوا ياخدوا المهندسين اللي موجودين عندنا. وانا بقول لك احنا عندنا احنا ما بناخدش اكتر من 40 طالب. لو انت حسبت عندك 19 مصنع سيارات في مصر. عندك مراكز خدمه معديه ال 5000 مركز خدمه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. كل دول عايزين مهندسين سيارات. اللي بيحصل ايه بقى؟ احنا عندنا في قسم هندسه سيارات عين شمس ناخد 40 قصادنا هندسه الحلويات المطريه بياخدوا حوالي 100 طالب. في المنيا في الجنوب بياخدوا حوالي 60 طالب. هم دول بس اللي عندهم الليفل بتاع مين؟ اوتوموتيف. طب السوق ده بياخد بيكمل من منين؟ بيكمل من ميكاترونكس، بيكمل من ميكانيكا باور، بيكمل من قسم التاني. اللي بيحصل الناس دي بتقعد تتعلم اوتوموتيف عشان تقدر تفل الجاب اللي ما بين النولج اللي هو اتخرج فيها وده. هل دي حاجه وحشه؟ لا مش حاجه وحشه. لان دي اول جمله انا قلتها لما بدات البوزيشن. يا جماعه ما تقلقش انت ما بتاخدش قرار اللي هو مصيري واللي هو ما فيش رجعه. انا واحد هو اكزامبل قدامك انا خدت قسم سيارات وخدت دكتوراه في الميكاترونكس. عادي. ما كانش الموضوع يعني مستحيل. كويس؟ عادي. ما تقلقش. اختار القسم اللي انت شايف انك عندك
هو ده السكيل اوف انجينيرنج اللي انت هتتوزن عليه وبناء عليه تحط عليه مرتبك. لما تقعد كده قدام الانترفيور اللي بيعمل لك الانترفيو وتتكلم تحس ان انت عندك بيز، عندك قوه، عندك نولج، عندك براكتس، عندك ابلكيشن انت فاهمها كويس بغض النظر هو ياخدك توظفها فيه. هو ده اللي هو بيدور عليه. هو ده اللي يتحط عليه الانيشال سالب اللي انت بعد كده هتطلب منه. لو بدات قليل هتقعد تعاين عشان تعمل. لو بدات كويس عشان مش عايز زياده مبالغ فيها يعني، مبالغ فيها ده اصلا ميت. لكن بادئ في ليفل الاستيل العادي هتلاقي نفسك بروجريس عادي وتبقى كويس وتبص على الفيوتشر بتاعك ده لو انك اسئله تانيه. عشان هو ده الكونتنت اللي نعرف نعمله في اللابس وفي السكشنز بتاعتنا بالابيلتيز الهيومن ريسورسز والايكوبمنتس اللي موجوده عندنا. احنا السنه اللي فاتت كانت ميكاترونكس نمره واحد، نمره اثنين ميكانيكا باور، واحنا كنا تحتهم حاجه وسط. لان ميكانيكا باور عدد كبير فالتنسيق بتاعه يبقى قريب من الاشباه. وكان اقل حاجه بس من الباقي. برضه ده مش معناه ان القسم ده وحش ابدا. القسم ده كويس وممتاز ويجيب مجالات عمل ومجالات شغل. اي حد هياخد اللي بيحصل في الكليه ده من خلال بدات اخرين جامعه عين شمس ده ليه تمام. بغض النظر عن التخرج يعني